لكن مصر لن تقوم بتوجيه ضربات عسكرية إلى الإرهابيين في ليبيا. تعالوا نشوف نموذج تم تطبيقه في مرسى مطروح. النموذج إيه؟ لما يبقى فيه خطأ يعني وزارة الداخلية يمكن خلال ملاحقتها لبعض الإرهابيين ولبعض المجموعات الإرهابية ممكن أنه يحصل خطأ يموت فيه أبرياء. لما يبقى ده كمان بيحصل في منطقة مطروح بما فيها من عائلات وقبائل متماسكة، إذا لم تعتذر عن الخطأ على الفور وإذا لم تبادر بإبداء الأسف والاعتذار وتعترف به هتحصل مصيبة وهتحصل كارثة. عشان كده المهمة التي قامت بها المخابرات الحربية المصرية اللي هتشوفوها الآن، انتوا عارفين انه في تم استهداف ضابط شرطه واربع جنود في العمليه الشهيره اللي سميت بعمليه مارينا او عمليه الضبعه، وهي عمليه ارهابيه. المكان نفسه في حد ذاته نقله نوعيه، لانه العمليات الارهابيه في هذه المنطقه جديده يعني، ليست تقليديه، وبالتالي تعاملنا معها باهميه شديده. قوات الشرطه اشتبهت في سياره مشابهه تماما للسيارة اللي تم استخدامها في هذه العملية الإرهابية، وقامت بقتل أربعة منهم، الحاج سعد مرزوق من مرسى مطروح، وكان معاه ضيوفه بعضهم من ليبيا، فيهم اتنين من ليبيا. هنا طبعا هتحصل مصيبة وهتحصل كارثة إذا لم تبادر الأجهزة بالاعتذار وإبداء الأسف وتنظيم مبادرة للصلح اللي انتوا هتشوفوها. دي نموذج للتعامل مع الأخطاء. كان زمان ممكن إنك تخطئ ويقول لا أنا ما أخطأتش، ده هذه مجموعات إرهابية، دول مجموعة من الأبرياء تم استهدافهم للاشتباه في سيارة مشابهة تماما للسيارة التي استخدمها الإرهابيون في عملية مارينا أو الضبعة التي أدت إلى استشهاد ضابط شرطة وأربعة جنود. فلما مات أربعة من الأبرياء كان لابد أن تحدث هذه المبادرة التي قامت بها المخابرات الحربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مئات من عمد ومشائخ وعواقل قبائل مطروح عقدوا مؤتمرا لضحايا حادث العلمين، وذلك بمقر قبيلة العقار بمدينة العلمين، من أجل تقديم واجب العزاء واستنكار تصنيف الضحايا ضمن قائمة الإرهابيين. الموضوع كان في عملية إرهابية كان يعلم بها الجهات الأمنية قبل العيد بأربع خمس أيام، وكان عاملين كمين في العلمين، وبعدين اختلف الموضوع واتعملت في مدينة الضبعة، وتقتل من أبناء الشرطة ضابط شرطة وأربع مجندين. بعد كده عملوا كمين قدام بوابة 6 في مارينا، ونفس مواصفات العربية اللي عملت الحادثة في مدينة الضبعة، نفس مواصفات العربية تحت المرحوم. فهي جاية العربية كان طالع الحاج الله يرحمه الحاج سعد مرزوق العقاري، والجماعة اللي معاه ضيوفه، ومعاهم اتنين من ليبيا، ومعاها الجناشي، وتم ضربهم قدام بوابة 6 عن طريق الخطأ. احنا قبائل وعارفين كل واحد معروف يعني، ومحافظة مطروح يعني بالذات لم يثبت في تاريخ الدولة المصرية ان طلع منها واحد جاسوس او واحد عميل او خان او باع، او دائما احنا مصريين بدون ان نتكلم نقول احنا مصريين اصلا. شاركت القيادات العسكرية وأخرى من جهات سيادية واجب العزاء وتبرئة الضحايا الأربعة المدنيين الذين قتلوا برصاص الشرطة بعد حادث العلمين التي تعرضت له سيارة الشرطة التي تقوم بتأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة في مطروح. احنا مش جايين نزايد على قبائل المنطقة الغربية، انا عارف انكم كلكم بتعتبروني ابن من ابناء قبائل المنطقة الغربية، وده شرف لي انا شخصيا ان انا احظى بهذا الشرف. فانا تواجدي النهارده معاكم، انا جاي اخد العزاء مش جاي اعزي، لان احنا اهل وانتوا عارفين كده كويس. واحنا يعني انا بحب اطمنكم زياده عما قاله شيخنا الشيخ شريف الهواري،
ان احنا يعني استحالة نقبل ان يقع ظلم على اي حد، فما بالكم بقبائل المنطقة الغربية اللي احنا شفنا منها، انا شخصيا شفت منها كل الخير، سواء في مبادرة تلبية مبادرة جمع السلاح، سواء في تسليم ارض الطاقة النووية، سواء في المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية اللي عملت مصالحة مجتمعية وطنية. عمد وعواقل المشايخ أشادوا بحسن خلق الضحايا المصريين والليبيين الذين جاءوا للاستثمار في مصر. من 2011 احنا طالعين من ليبيا وفاجينا هون عشان الأمن والاستقرار، وثقتنا كبيرة بالقضاء المصري خصوصا، وإن شاء الله يعني راح ينفي هذا الأخبار وراح يتأكد، وإحنا مستعدين نقدم أي دلائل لذلك وننفو هذا الأخبار ومستعدين لمقابلة عيال القبيلة، فإن شاء الله مش راح يخيب ظن القضاء المصري. طلباتي أولا اعتراف بالخطأ اللي حصل ده وتقديم اعتذار وملاحقة الجناه الحقيقيون. الخطأ وارد، ولكن هل سيغفر مؤتمر مدينة العالمين خطأ الشرطة في مقتل مشايخ القبيلة؟ شيماء أبو المكارم، 10:00 مساء. اللي انت شفتوه دلوقتي نموذج يجب تطبيقه عند حدوث أي خطأ. لما يبقى فيه خطأ علينا أن نبادر بالاعتذار، وعلينا أن نبادر بإبداء الأسف والأسى، ونقوم بخطوات من هذا النوع للتصالح والصلح. في خطأ لابد أن نعترف به. ده اللي حصل في زي ما قلت لكم، تم ضبط سيارة مشابهة للسيارة اللي تم تنفيذ العملية الإرهابية في مارينا أو الضبعة اللي أدت إلى استشهاد ضابط وأربعة جنود، ومات فيها أربعة من الأبرياء لا علاقة لهم بالمجموعات الإرهابية. لولا هذه الخطوة كان يمكن أن تشتعل الفتن ويدق البعض الأسفين بين الشرطة وقبائل مطروح، لكن تم نزع فتيل الألغام خلال أسبوع الأجازة أيضا.